بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الآن نبي نحل بإذن الله سؤال 80 من الشابتر الثاني، كتاب الديناميك الطبعة السابعة. طبعا نبي نقرأ السؤال، نشوف وش فيه من معطيات، ونشوف وش فيه من أفكار تفيدنا في الاختبار، في حل الاختبارات، وأيضا تزودنا وتفتح آفاقنا لحل مسائل أخرى. نقول السؤال: أروك is thrown horizontally from a tower at A and hits the ground 3.5 second later at B. The line of sight from A to B makes an angle of 50 degree with the horizontal. Compute the magnitude of the initial velocity U if the rock. طبعا ال U اللي هو ال V not، يعني ما تفرق احنا معنى الرموز ولا تفرق معنى الاشكال، اهم شيء الافكار يعني تصل. الحين من السؤال لو لاحظنا قال لك thrown horizontally. horizontally معناته بشكل رأسي، مرمي، معناته الزاوية من الآن، يعني من الكلمة هذه عرفنا أن الزاوية ثيتا بصفر، هذا معطى. 3.5 هذا الزمن الكلي، طلعنا معطين الآن. والثيتا، الثيتا هذه اكس، الزاوية هذه عفوا 50، وشي هذه الزاوية اللي ما بين طول النظر من الـ A إلى الـ B، يعني والسرعة هذه، هذه هي 50، 50 ما هي بالثيتا، هذه لو نسميها بيتا أو اسم، وما في شيء آخر، خلاص يعني تقريبا كلش يعني طلعناه. الآن نجي نشوف كيف طريقة حله، مستعين بالله ونقول بسم الله. هذا هو الشكل عندي، بس بعد اللحلحة شوي. لو لاحظنا أن الواي هنا بالسالب، واي بالسالب، وأيضا في فكرة هنا أخرى أيضا نسيت، يعني ما أني شفتها بالسالب، فالحالة الـ H maximum صفر، دائما الماكسيمم لازم يكون بالموجب ما يكون بالسالب. فالحالة لو قالك عطني الـ H maximum تقول صفر، يمكن يجوها لك في اختبار، يمكن يجوها كأنها فكرة هو من النواحي، فنبه يعني ترى دائما اتش ماكس بالبوزيتيف، يعني لو رقت هنا واحد ثم نزلت 60 معناته اتش ماكسيمم واحد، ما هو بستين، 60 هذا بالسالب، السالب ما يعتد فيه كماكسيمم هاي او من الكلام. فنجي الان نشوف السؤال هذا، نقول ان عندي التي وعندي الزاوية هذه اللي ما بين خط النظر والسرعة. نقول to find theta من السؤال، انا قال horizontal معناته صفر، في الحالة ان ال v naught تساوي ال v x. ليه؟ لان ال v x عبارة عن ال v naught cosine theta، cosine theta اللي cosine صفر واحد، فمعناته v naught في واحد v naught، فتوصلنا الى هذا. طيب اذا بس ناقص لي اوجد اللي هو ال x عشان اوجد ال v naught، لان ما عندي انا ال v x، لكن بإمكان الزاوية هذه نطلع قيمة x. نشوف كيف. نقول to find v naught، نروح معادلة y. y وش يقول؟ y يساوي v naught sin theta t minus 1 over 29.81 t square. طبعا هذا الترم كله راح بصفر، لأن الساين صفر بصفر، فهذا الترم كله راح بصفر، ما بقى إلا هذا. هذا كلش معطى لي من t square، هي عبارة عن 3.5 تربيع. بالآلة طلع لي كم؟ سالب 60.1 متر. طيب حلو، لو لاحظنا هنا أن هذه الزاوية 50، لو مدينا خط هنا، مدينا خط هنا سكيناه، يطلع الزاوية هذا الواي مقابلها والإكس مجاورها، معناته أن التان 50 عبارة عن الواي على الاكس، هذه تان 50 عبارة عن الواي على الاكس، الواي طلعنا قيمته، بقي لي الاكس، خلاص عن طريق المعادلة هذه نوجد الاكس، تعويض مباشر ولا في اي فكرة. طلعنا قيمة الاكس، نروح الان لمعادلة الاكس يساوي v نوت كوساين ثيتا تي، كوساين ثيتا واحد لانه صفر، كوساين صفر واحد، فبالتالي يطلع v نوت تي.
عن طريق المعادلة هذه نقسم على التي يعطيني في نوت اكس على تي، الاكس اللي هي طلعناها قبل شوي 50.43 والتي اللي هي 3.5 يعطيني الفي نوت 14.4 متر لكل ثانية. هذا هو السؤال، واتمنى ان شاء الله انه يعني شرحناه بشكل واضح. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.